دكتور عمرو، هي مدينة جيبتو مش هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من فراغ. الحقيقة أن شكل الماكينات، حجم الإنتاج كل ساعة من كل ماكينة اللي بتكون تنتج آلاف العبوات، ده بيقول أن احنا فعلا وصلنا أو بدأنا من حيث انتهى الآخرون. يعني ده يعني جبنا آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا وقدرات الإنتاج الدوائي. اللي احنا فيه دلوقتي بيقول ده صحيح؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، هو اول ما بدات الفكره بتاعت مدينه الدواء كان الهدف الرئيسي اللي احنا اخر ما هو وصل لصناعه الدواء في العالم، اخر ما وصلت ليه الماكينات، اخر البراندات، اخر تكنولوجيا حصلت، اخر سيستم يقدر يعمل كواليتي كويس للمكنه وسيفتي للمكنه وسيفتي للاوبريتور اللي شغال، امان العمليه كلها. تمام. احنا ده اللي وصلنا له، شفنا ايه احسن ماكينات بدانا نتعامل معاها، جبنا الماكينات من البرندات اللي بره، في الغالب معظم الحاجات معانا هنا من المانيا، جبنا الخبره معانا هنا، فتره معايشه هنا، عايشوا الفنيين معانا وعايشوا الاستاف الدكاتره كلهم معانا، قعدوا هنا معانا هنا شهور اثناء تركيب المكن واثناء التريننج بتاع الاوبريتور معاهم. خدنا وقت، احنا وصلنا ان الفني فاهم المكنه تماما، قادر يحل جميع المشاكل اللي ممكن تقدر تظهر في المكنه، قادر يتحكم في المكنه ان هو يوصل بالسيفتي بتاع الدواء بتاعنا لاعلى درجه. احنا ممكن نتحكم هنا معانا اللي احنا نقدر نوصل ل 12,000 علبه دواء في الساعه على المكنه هنا في السيستم. الانتاج كل ساعه في الساعه الواحده 12,000 ازازه. معانا الرينج بتاعنا بتاع المستحضرات من اول 15 مللي لغايه 250 كتعبئه كفيلنج للمستحضرات الدوائيه عندنا. احنا بنعمل كل انواع ادويه الشراب. عندنا الدروبس بالنسبه للقطرات، وعندنا السيرب، وعندنا السسبنشن، وعندنا الابزيرز، عندنا جميع الاشكال والدوزج فورم بتاع كل ما هو ليكويد متواجد عندنا. المستحضرات بيتعبى فيها ومعاها الدروبس، لو في معاها دروبس، في معاها السرنجات، السرنج بتاعته بتتحط جوه معاه بحيث ان هو العميل يقدر يوصل له المستحضر كامل، مش محتاج ان هو يجيب حاجه تاني اضافيه معاه، المستحضر الدوائي الكامل معاه. قد ايه الماكينه دي وصلت لدرجه التعامل باعلى نوع من الجوده والرقابه للمنتج الدوائي اللي بيتصب في الزجاجه؟ ده حقيقه. احنا هنا من اول بدايه التحضير الدواء ما بنكشف على المواد الفعالة بتاعت المستحضر ونتأكد من جودتها كويس جدا، والتحليل بتاعها والصلاحيات بتاعتها، بنشوف الدول المصنعة للمواد الخام لأعلى بيوريتي وأعلى نقاء، بنبدأ نجيبها هنا ونحللها هنا معانا تاني، بنأكد منها انشور معاها تمام. تبدأ تخش معانا خطوات التحضير معانا المكن، فيه خواص ان هو تشيك على كل ستيب في الخطوات التحضير معانا، اي ديفيشن ممكن يحصل، اي ديفكت معانا الازاز، لو في اي خطا مشكلة. لا يعني اي خطا ممكن نكتشفه. غير كده اللي احنا عندنا سيستم. طب معلش، زي ايه الاخطاء اللي ممكن الماكينه دي تراقبها؟ يعني احنا بنحاول لو اتكلمنا ان مثلا الازازه او البلاستيك اللي هو جاي المحطوط جواه الدواء بتاعنا، لو الازازه فيها اي عيوب المكان عندنا بيقدر يكتشفه، فيها اي شك، فيها اي مشاكل عندنا بيقدر نكتشفه. الدواء لو في الازازه ذات نفسها، الغطاء بتاعها لو مش مقفول القفله الصح، احنا عندنا جهاز كل ازازه بتطلع من المكنه بيتقاس عليها الحاجه اسمها تورك او المعامل الغلق بتاعها، بيتاكد ان الازازه مقفوله 100%، مفيش اي فرصه ان يحصل اي اورجانيزم او ميكروبات يخش جواها. هل الماكينه برضو بتراقب الدواء نفسه، السائل اللي جوه الازازه، بتشوف اذا كان في مشكله في الجوده؟ برضو بيبقى في انسبكشن عليه، بحيث ان هو لو الازازه فيها اي شوائب داخليه بالنسبه للتحليل بتاعه، اي في مشاكل، كل دوت بيتم وبيقعد فتره في الاستابيليتي عندنا كتحليل وكفينش، بحيث ان احنا نوصل ان المستحضر خالي تماما من كل المشاكل اللي تقدر يعني اللي احنا ممكن نفكر فيها. يعني احنا عندنا مواصلين للمرحله ان هو ايه اللي ممكن نقدر نتكلم فيه مشاكل، 1 2 3 احنا هنغطي كل الحاجات دي. طيب. كل العيوب دي مغطيينها، لو المستحضر فيه جرام ناقص احنا عندنا الميزان بيقدر يكتشف ان هو النقص بتاع الدواء بتاعنا، بيعمل اكسكلود للعلبه دي خالص وبيرجكها، ما بتنزلش للعميل خالص، دي بتترفض، بتتعدم، ليها طرق اعدامات وليها السوبيهات خاصه بالاعدام.
اللي بنتاكد ان الدواء النشره بتاعته موجوده، السرنجه بتاعته موجوده، المكيال بتاعه اللي هو العميل بياخد بيه الدواء بتاعه برضو، حاجه جايه استرايل، حاجه معقمه جايه برضو معانا. من ضمن الحاجات ان المكنه بتعمل تشيك عليها، هل هي متواجده في العلبه ولا مش موجوده، لو مش متواجده بتترفض. كل ده بنحاول ان احنا نوصل ان يوصل برودكت او البيشنت بتاعنا للمريض بتاعنا كامل متكامل. على كده كل عامل واقف على الماكينه اخذ تدريب اكيد مكثف عشان يتعامل مع هذا التعقيد. ده انا كنت بقول لحضرتك ان هو كان معانا الخبر قعدوا معانا شهور معايشه كامله مع الفني. الفني هو اللي اتمرن على المكنه، اتدرب، قعد وقت شغل المكنه مع الاجانب اللي هم اوريدي مصنعين المكنه، قعد فتره طويله، فبقى اوريدي عنده القدره ان هو يتعامل مع جميع اجزاء المكنه، مع جميع المشاكل، يقدر يحل جميع ما هو يعني يقد يبقى يطرق علينا في المستقبل في المشاكل. طبعا انتاج 12000 عبوه في الساعه ده رقم جيد جدا بالنسبه لاوائل انتاج مصنع زي ده. حقيقه ده حقيقه، المكنه فعلا بيبقى السرعه بتاعتها 12000 علبه في الساعه بجوده عاليه. يعني هو الفكره مش برضه احنا بنتكلم الكواليتي بتاعتنا مهمه جدا، فهي مش 12000 يبقى معانا ديفكتات، لا احنا 12000 علبه كل علبه بيحصل لها انسبكشن 100% 100%، العلبه بتعدي بتشيك عليها من اول الازازه الفاضيه لغايه البرودكت اللي جوه، الغطاء، المكيال، النشره، الكرتونه، كل السيستم كلوزد مقفول، محدش بيتعامل معاه مانيوال خالص، كله اوتوماتيك.